الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، أهلا بك دكتور. دكتور أبدأ معك، بداية من أهمية هذا القرار وتداعياته. شكرا. لا شك أنه العزل المنزلي بشكل عام هو خيار متاح، وكثير من دول العالم تبنت العزل المنزلي للحالات التي لا تشكو من أعراض وحتى الحالات الخفيفة، لكن هذا يختلف من بلد إلى بلد وحسب واقع الوضع الوبائي. احنا بالأردن لغاية الآن والحمد لله مؤسساتنا الصحية والمستشفيات تستطيع التعامل مع جميع الأعداد، جميع الإصابات، وبإمكانية عزلها داخل هذه المستشفيات، لكن لا سمح الله بالمستقبل هذا الخيار قد يكون متاحا حتى لفئات أخرى. اليوم نتكلم عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على عزل من هم دون 18 سنة في المنزل، وكما كان واضح من خلال هذا القرار أن هناك خصوصية خاصة لهذه الفئة العمرية، وأعتقد أنه العزل المنزلي لهذه الفئة أعطي ومن خلال توصية للجنة الأوبئة كان يعني للبدء في هذه الفئة وكذلك فئة الكوادر الصحية. طيب يعني أرقام المصابين تحت عمر 18 عاما دكتور نذير، هذه الفئة هل هي كبيرة؟ بشكل عام هذه الفئة يوجد نعم أعداد، يعني ليست هي الفئة الأكثر، الفئة الأكثر إجمالا هي تدخل إحصائيا يتم اعتماد الفئة ما بين 15 إلى 49 سنة كفئة واحدة، وما هم دون 15. ما بين 15 إلى 49 سنة هي الفئة الأكثر تعرضا للإصابة في المملكة وربما في دول أخرى من العالم، وهذا بسبب أنه هاي الفئة هي الفئة يعني تمثل شريحة ونسبة عالية من سكان المملكة، بالإضافة إلى أنه هاي الفئة هي الفئة الأكثر تحركا والفئة التي يعني هي الفئة العاملة والتي يعني تخرج خارج البيت وتتنقل في يعني أثناء النهار وأثناء العمل. نعم. طب دكتور نذير، يعني في حال إصابة العائلة بالكامل ومن ضمنها هذه الفئة، ما هو السيناريو؟ وهل الحجر المؤسسي قد يكون جائز أيضا؟ لا شك أنه يعني كما قلت في المستقبل ربما سيتم التوسع بالعزل المنزلي، يكون متاح أمام فئات أخرى وأمام يعني مجموعات أخرى إذا كان يعني جميع العائلة ولا يشكون من أعراض، يعني سيتم يعني دراسة هذا الموضوع. هناك تفاصيل كثيرة متعلقة ب يعني إمكانية أن يكون هناك فئات، ولكن دكتور يعني هل يمكن اختيار بين العزل المؤسسي والعزل المنزلي؟ يعني في بعض الحالات، يعني على سبيل المثال إذا كان المنزل صغير أو الأهل لا يستطيعون التواجد مع هذه الفئة 18 وما دون، يعني هل من خيار لاختيار العزل المؤسسي؟ طبعا مع الأخذ بالحسبان أنه يعني هناك مطالبة كان دائما للعزل المنزلي وهي خطوة جيدة، ولكن في بعض الحالات في حال كان هناك حاجة إلى الحجر المؤسسي، هل يعني يمكن الاختيار بين هذا الحجر وذاك؟ العكس، يعني التوصية والبروتوكول الخاص بالعزل المنزلي أشار إلى أنه أحد الشروط هو أن يكون يعني المنزل تتوفر في شروط العزل، وهو توفر غرفة خاصة وحمام خاص وموافقة الأهل. لذلك في حال لم تتوفر الشروط وحتى إذا يعني الأهل لم يوافقوا على ذلك، بالتأكيد يمكن عزل الشخص حتى من هذه الفئة في المستشفيات أو المنشآت الخاصة، لكن دائما يجب أن يكون برفقة أحد من أهله.
نعم يعني الوالد او الوالد. طيب لو تضعنا في صوره البروتوكولات التي تحدثت عنها دكتور، يعني اذا يعني نتحدث عن غرفه خاصه، حمام خاص للمريض، ماذا ايضا تنصح الاهل اليوم؟ يعني ضروره التاكد من ان الشخص لا يعاني من اعراض قد يحتاج الى عنايه داخل المستشفيات. يعني تم التاكيد على انه في حال انه المريض اصبح لديه يعني يشكو من ارتفاع في درجه الحراره لأكثر من 38 واستمرت لفترة طويلة لأكثر من 24 ساعة على الأقل، أو شعر في ضيق في التنفس أو يعني هبوط في الضغط أو دوخة إلى آخره من هذه الأعراض، هي أعراض تدل على أنه هذا الشخص أصبح يحتاج للعناية في داخل المستشفى والعناية الطبية في المستشفيات. لذلك في مثل هذه الحالة على الشخص حتى لو سمح له وكان من هذه الفئة ضرورة مراجعة المستشفيات الخاصة باستقبال هؤلاء المرضى. طيب كيف يمكن دكتور تطبيق هذه البروتوكولات بحيث لا يتم العدوى إلى باقي أفراد العائلة؟ ماذا تنصح اليوم طبعاً العائلة؟ طبعا هناك إرشادات عامة موجودة في هذا البروتوكول للأهل، وهو يعني كيفية حماية أنفسهم من المصاب من خلال عزله بطريقة صحيحة والتعامل مع ملابسه وأكله، وأن يكون دائما الشخص كمان يراقب يعني مسؤول أو رب العائلة أو يعني الأم تراقب أطفالها الآخرين، وتأكد من أنه لا يوجد يعني مخالطة بينهم مع طب هل يحتاج الموضوع دكتور إلى تدريب؟ يعني هل الموضوع صعب أم يعني يمكن يعني أن يعني يتم يعني لا أعلم كيف يمكن تدريب يعني الأهالي على هذا الشيء؟ يعني بالتأكيد أنه أولا يعني طلقت التوصية من مفهوم أنه أولا الوعي كبير يعني بين المواطنين، ثانيا هناك يعني هناك لا شك انه الام والاب وهم حريصين على عائلتهم وافراد اسرهم، وبالتالي نحن على ثقه بان رب العائله والام والاخرين في العائله هم يعني قادرين على حمايه انفسهم، على الاقل هناك ستكون يعني الرغبه ويعني ضرورة أن يعملوا ما في وسعهم من أجل حماية كافة أفراد الأسرة. طيب هل سيتم تزويد هذه الفئة بالإسوارة الإلكترونية مستقبلا دكتور نذير؟ أعتقد لا داعي للإسوارة الإلكترونية، هاي الفئة عندما يكون الشخص مريض هاي يعني ربما يعني لا ندري كم ستكون الأعداد وكم تكون الصور الإلكترونية متاحة، لكن البروتوكول اللي احنا يعني يعد حاليا لا يشمل هذه الخدمة او ضرورة وضع الساعة. طيب انت ذكرت دكتور انه في حال يعني إصابة كامل العائلة يعني مستقبلا ربما هناك خيار للحجر المنزلي، ولكن اليوم يعني نتحدث قبل صدور هذا القرار، ماذا يمكن يعني ما هي الإجراءات في حال إصابة كامل العائلة وبالإضافة الى هذه الفئة ما دون 18 عاما؟ يعني لا شك انه مديرية الأمراض السارية ستدرس هاي الحالات يعني حالة بحالة، وأعتقد أنه يعني مثل هذه التفاصيل لابد من أخذ قرار سريع فيها بما يتناسب مع التوجه للعزل المنزلي. وأعتقد أنه في الاجتماعات القادمة سيتم يعني بحث كافة الإمكانيات يعني الأمور المتعلقة بالعزل المنزلي، ومنها يعني سيناريو أن يكون على سبيل المثال الأم هي المصابة والأطفال لا يوجد من يعيلهم، أيضا عندما يكون معظم أو كل أعضاء الأسرة يعني مصابون. هاي السيناريوهات أعتقد أنه تم نقاشها لكن لم يتخذ التوصية بها لغاية الآن. بانتظار هذه التوصية، شكرا لك الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبدات، شكرا جزيلا لك.